صغير وحب كبير ستشفى.
هامي رغما عني، إنه حقا يؤلمني. أرجوك زوجي ساعديني. حسنا وقريبا ستتحسن، لا تبكي، لا هنا المأمن. ضماد صغير وحب كبير ستشفى، نعم لا تقلق أنت بخير. لو شعرت بآلام غريبة في الأسفل، اذهب إلى الحمام فهذا أفضل. غسلت يديك الأطفال الشطار، فعلت ما يفعله الأطفال الكبار. قل لي ماذا يفعل الأطفال الشطار، قل لي ماذا يفعل الأطفال الكبار. يجلسون على المرحاض ثم ينتظرون، تعلم منهم فهم رائعون. لم أشعر بالراحة، لا أعلم السبب. حاولت جهدي فشعرت بالتعب. حاول يا صغيري، حاول من جديد، حاول يا صغيري، فهذا ما نريد. لو شعرت بألم غريب في الأسفل، اذهب إلى الحمام فهذا أفضل. افعل ما يفعله الأطفال الكبار، ثم اغسل يديك كالأطفال الشطار. يجلسون على المرحاض ثم ينتظرون، تعلمت منهم فهم رائعون. أحسنت يا جي جي اغسل يديك، أحسنت يا جي جي غسلت يديك. لو شعرت بآلام غريبة في الأسفل، اذهب إلى الحمام فهذا أفضل. سراويل الكبار يرتديها الأطفال الشطار. لو شعرت بآلام غريبة في الأسفل، اذهب إلى الحمام فهذا أفضل. من
خماسي يا هورا هورا، يسير النمل خماسي يا هورا هورا. تسقط قطرة فوقها وتشتت انتباهها، تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات. بوم 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 بوم، يسير النمل سداسي يا هورا هورا، يسير النمل سداسي يا هورا هورا. إحداها تقف من الضجر لتجمع أغصان الشجر، تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات. بوم 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 بوم، يسير النمل سباعي يا هورا هورا، يسير النمل سباعي يا هورا هورا. ليمونة قربها تريد تأكل لبها، تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات. بوم 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 بوم، يسير النمل ثماني يا هورا هورا، يسير النمل ثماني يا هورا هورا. تسقط فوقها زهرة تنظر إليها منبهرة، تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات. بوم 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 بوم، يسير النمل تساعي يا هورا هورا، يسير النمل تساعي يا هورا هورا. تقف النملة الصغيرة تنظر للوقت بحيرة، تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات. بوم 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 بوم، يسير النمل تساعي يا هورا هورا، يسير النمل تساعي هورا هورا. تقف النملة عند الباب تناديهم بإعجاب، تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات. بوم 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 بوم. أصبح يوما أقوياء، أي أكبر وأشجع وأشداء، نحقق الأحلام التي نحلم بها ونعمل بجد لننعم بها. لمن هذا الرداء؟ إنه لرائد الفضاء. رائد الفضاء؟ رائد الفضاء. تستطيع أجل أنت تستطيع، سأكون رياضية سريعة وقوية. رياضية؟ رياضية. نحن نعلم أنك حقا تستطيعين. سأكون رجل أعمال ولدي أشغال. رجل أعمال؟ رجل أعمال. تستطيع أجل أنت تستطيع، سأكون رسامة أزرع الابتسامة. رسامة؟ رسامة. نحن نعلم أنك حقا تستطيعين. سأكون طبيبا أداوي المريض. طبيب؟ طبيب. تستطيع أجل أنت تستطيع. أشهد طعام. طاهية؟ طاهية. نحن نعلم أنك حقا تستطيعين. سأصبح رجل إطفاء وأطفئ بالماء. رجل إطفاء؟ رجل إطفاء. تستطيع أجل أنت تستطيع. سأصبح عاملة بناء أبني ما أشاء. تستطيع أجل أنت تستطيع. سأكون شرطية سريعة شجاعة ذكية. شرطية؟ شرطية. نحن نعلم أنك حقا تستطيعين. إحدى هواياتي رقص البالي. رقص البالي؟ رقص البالي. نحن نعلم أنك حقا تستطيعين. أمنيتي في حياتي أعزف وأغني أغنياتي. موسيقية؟ موسيقية. نحن نعلم أنك حقا تستطيعين.
شدة نحقق الأحلام التي نحلم بها ونعمل بجد لننعم بها. البطاط الخمس في الزحام المعيق، البطة الأولى ستقطع الطريق. أمها قالت توقفي الآن، الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين، بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق، البطة الثانية ستقطع الطريق. أمها قالت توقفي الآن، الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين، بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق، البطة الثالثة ستقطع الطريق. أمها قالت توقفي الآن، الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين، بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق، البطة الرابعة ستقطع الطريق. أمها قالت توقفي الآن، الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين، بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق، البطة الخامسة ستقطع الطريق. أمها قالت توقفي الآن، الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين، بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق، جميعهم أرادوا أن يقطعوا الطريق. قالوا سويا سنقف الآن، الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. يمينا ثم يسارا ينظرون، بعدها يمكنهم بأمان يعبرون. صديقي سجل سجل سجل، هيا سجل هدفك. هيا صديقي سجل سجل سجل، هيا سجل هدفك. دفاع هجوم لننطلق نعطي الأفضل، لنقف كالحائط حائط حائط، يمكننا إيقافها. لنداها تمر تمر تمر، يمكننا منعها. دفاع هجوم لننطلق نعطي الأفضل، إذا ارتدت الكرة كرة كرة، يمكننا أخذها.
مينا سلة يمكننا منعها. ديفا هو الجو لننطلقنا بالأفضل. هيا بنا لنسيطر على كرة ونسجل الأهداف. هيا بنا لنسيطر على كرة ونسجل الأهداف. ديفا هو جو لننطلق نعطي الأفضل. نحب الحيوانات الأليفة تبهجنا طريقة نطعم الألوان نلعب معهم هكذا نقول لهم أننا نحبهم حين يقولون أوف أوف مياو مياو سوي يكونوا بحاجة لطعم أو للعب نعطيهم بعض من الطعام يام 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 طعم مقرمش فيهم ذيولهم وفروهم حلوى الكلب وخرمشة القطار صرير الحامستر وأقدامهم شيء جميل العناية به حين يقولون مياو مياو يكون بحاجة لطعام أو للعب نأخذهم للعب والعب حتى المساء نحب فيهم ذيولهم وفروهم حيواء الكلب وخرمشة القطار صرير الحامستر وأقدامهم شيء جميل العناية به حين يقولون وو وو خرمشة القطار صرير الحامستر وأقدامهم شيء جميل العناية به حين يقولون مياو مياو يكون في حاجة لطعام أو للعب يحتاجون حبنا وحناننا حبهم يزيد في قلبنا نحب فيهم ذيولهم وفروهم عواء الكلب وخرمشة القطار صرير الحامستر وأقدامهم شيء جميل العناية وقلبها المأمن أمي لها ممتن بقربها أتحسن لو حتى أصبت يوما تمنحني قبلة فتنسيني وجعي وألمي بطريقة مثلى أمي هي الأحن وقلبها المأمن أمي لها ممتن بقربها أتحسن لو حتى أصبت يوما تمنحني قبلة فتنسيني وجعي وألمي بطريقة مثلى
أحبكم يا أطفالي. حقاً؟ أجل، أنتم تملؤون حياتي بالبهجة، فأنتم أولادي الرائعون والمميزون. حقاً؟ أجل، أنا أحبكم كثيراً. أمي هي الأحن وقلبها المأمن، أمي لها ممتن بقربها أتحسن، تحضر لي طعاماً حين أشعر بالجوع، وما يفيدني تعطيني وغيره ممنوع. زوجي هي الأحن وقلبها المأمن، زوجي لها ممتن بقربها أتحسن، تضحك مما أفعله تتحملني أيضاً، نغني ونرقص معاً بقربها المأمن. أنا أحبكم جداً. حقاً؟ أجل، فأنتم عائلتي الرائعة، وأنا أيضاً أمتن لقربكم. حقاً؟ أجل، أحبكم كثيراً. أها، أمي هي الأحن وقلبها المأمن، أمي لها ممتن بقربها أتحسن، لو حتى أصبت يوما تمنحني قبلة فتنسيني وجعي وألمي بطريقة مثلى، فتنسيني وجعي وألمي بطريقة مثلى. ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ له ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا، ما الشكل الهندسي؟ إنه المثلث. أحسنتي، احذروا، ما الأشياء التي لها شكل مثلث؟ تماماً. ما الأشياء التي لها شكل مثلث؟ ها؟ أحسنت يا جي جي، هذا رائع. ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ له أربعة أضلاع وأربع زوايا، الشكل الهندسي. إنه مستطيل، أليس كذلك؟ هذا رائع. احذروا، ما الأشياء التي لا شكل المستطيل؟ ها؟ أحسنت، رائع، ليس تماماً، كنت أقصد أن له أربع زوايا. أحسنت يا جي جي، هذا رائع. ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ له خمسة أضلاع وخمس زوايا، ما الشكل الهندسي؟ إنه المخمس. أحسنتي، ما الأشياء التي لها شكل المخمس؟ رائع، ليس تماماً، لقد قلت أن له خمس زوايا. هذا رائع. ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ له ستة أضلاع وست زوايا، ما الشكل الهندسي؟ المسدس، أليس كذلك؟ هذا رائع. احذروا، ما الأشياء التي لها شكل المسدس؟ أحسنت، رائع، ليس تماماً، كنت أقصد أن له ست زوايا مثل هذا.
أحسنت يا جي جي، هذا رائع. ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ ليس له أضلاع وليس له زوايا، ما الشكل الهندسي؟ إنها الدائرة. هذا رائع. ما الأشياء التي لها شكل الدائرة؟
حين يأتي الخريف وأوراق الشجر يصبح لونها بني وأصفر. يا 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 قطينا يا 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 قطينا نذهب سوية إلى سوق اليقطين لأجد وأنتقي يقطينة مثالية لأجلي لأجد وأنتقي يقطينة مثالية لي لأجلي حين تفتح عيني صباحه
صباحك. صباحك جي جي. سنبدأ الفطور لتتغذى يا شطور. صباحك. صباحك. صباحك جي جي. يبدأ يومي بأشياء جديدة، سأصنع ذكريات سعيدة، عائلتي وأصدقائي يلعبون معي على الحلوة والمرة، يشاركونني. ارتدي الحذاء لنلعب في الأرجاء. صباحك. صباحك. صباحك جي جي. ألعاب جديدة سنتعلمها اليوم. صباحك. صباحك. صباحك جي جي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. إنه جي جي، إنه جي جي، يسرح حين يشاء خصلته الصفراء. إنه جي جي، إنه جي جي، قلبه دافئ كأشعة الشمس. صباح الخير. صباح الخير. ما بك؟ هل أصابك مكروه؟ إلى اللقاء. إنه جي جي، إنه جي جي، طفل مسامح ضحوك الملامح. إنه جي جي، إنه جي جي، حنون محبوب كعناق الدبدوب. إنه جي جي، إنه جي جي، يحب الاكتشاف ذكي فضولي. إنه جي جي، إنه جي جي، لطيف وسريع في إسعاد الجميع. صباحك. صباحك جي جي. حين يمتلئ قلبك بالحب ستكون ذكية. نحبك. نحبك. أنا أيضا أحبكم. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. الأب الشجاع صعد إلى الأعلى لينقذ العصفور، أراد المحاولة. أعاده لأمه هذه المرة، نخشى أن يسقط ثانية من الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. آه.
Ha ha ha!